صرحت عمة الفنانة المغربية دنيا بطمة على أنها حاملة خلال مثلها أمام قاضي التحقيق في قضية حمزة موبيبي بمدينة الحمراء مراكش، وذلك يوم الاثنين 10 فبراير. وكشفت المرأة في تصريح للصحافة المغربية إن ابنة شقيقها قد تجهض جراء ما تتعرض له من مضايقة واتهامات وتهجم خلال التحقيق معها في هذه القضية، وتجدر الإشارة إلى أن أمس الاثنين كانت محاكمة الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسامة، وعرف محيط المحكمة ومنذ ساعات مبكرة من صباح اليوم الاثنين حضور حشود كبيرة من المتتبعين لمسار قضية حمزة موبيبي لمعرفة مصير الشقيقتين. ما تنساوش تكليكوا على الاشتراك على قناة صحيفة 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.